لو الحكاية فيها إن فيتو رفضنا استئصال بعض من أبناء هذا الوطن بخيرات الوطن، رفضنا استئصال لجنة السياسات بخيرات بلدنا وقرارها السياسي بما ارتبط به من فساد وإخصاء للشعب المصري كله. وفي المرحلة الثانية أيضا رفضنا استئصال جماعة بعينها بالقرار وحدها واستئصال بقية أبناء الوطن. المرحلة الجديدة التي أشعر أن أكون من بين وتعب نرجو أن تكون مؤقتة حتى تسلم البلد عبر تنفيذ خريطة الطريق وعدم الخروج منها وعدم إلهائنا بمحاولات إن شاء الله فاشلة من أجل لأن ننحرف عن الطريق ونظل مرة أخرى في المتاهة اللي قعدنا فيها 3 سنين ضاعوا من عمر بلدنا. عبر تنفيذ خريطة الطريق نسلم هذه الحكومة لحكومة منتخبة، أي ببرلمان منتخب ودستور حرمنا من حق المشاركة في السابق فيه، وأيضا برلمان منتخب نكون بكده سلمنا الأمانة وقمنا بمهمتنا النضالية اللي كلها مشقة. أنا أقسم لكم ما استطعت أن أنعم حد عن دور. دي مرحلة استرداد وطن بالكامل سلب منا كثيرا، سلبت خيرات.